منتابع سهرة مع حبي الليلة والفنانة التونسية أمان السويسي والنجمة كمان أمان السويسي نجمة مسرح ونجمة صوت، واليوم عم نحتفل بأول ألبوم لإلك. أمان عنوانه ألبومك وين؟ صورتك ما غيرت شي من ملامحك، مثل ما بنعرف أماني قبل هي ذاتها، لا شقريت ولا سمريت حتى نفس الشكل، نفس الاعتماد البسيط بالصورة كان مقصود. أكيد. شو كنت بدك تقولي للناس؟ أول حاجة لأنه بالحق يعني يمكن تعرفت وتحبيت بالشخصية أو بالشكل هذاك، وأنا بالطبع قريبة برشا للبساطة في شكلي، يمكن يعني حتى يعني مش متعودة حتى على اللبس الرسمي برشا، يعني يمكن اليوم مش مرتاحة برشا إنه رسمية، لكن حاولت إنه يكون غلاف الألبوم أقرب لشخصيتي سامبل، ويعني كيف ما عرفوني الناس. حتى لما بتكوني أنيقة، يعني تسريحتك مكياجك بتكوني أنيقة لكن ببساطة. هون كمان إذا بتحبي تشكري الناس يلي اهتموا فيك قلتيلي، وهيك هيك فتحنا سيرة الصورة. أكيد. حتى ما ننساهم بآخر الحلقة إذا بدك تذكريهم هلأ. أكيد. كمان أكيد نحب نشكر توني مندلا اللي هو الشعر، ويعني رولا رياشي للميك أب ولبس يعني اللي هو الماري، نقولها أكيد صممتك يا لألك. أكيد منحييهم كمان، أنا بحييهم لأنه كمان نفس الأشخاص مهتمين معي أنا كمان توني مندلا رولا رياشي، فكمان بحييهم بهالمناسبة اللي ديما معي. أماني الصورة حلوة لكن المضمون اللي حمله الألبوم كمان منوع وحلو، في أغاني فيها مواضيع جديدة، في ألحان جمل موسيقية جديدة، وكمان في تنويع بين اللبناني المصري والتونسي. رح نحكي أكثر عن اختيارات الألبوم ونغوص أكثر بألبومك الجديد من بعد ما نستقبل ضيفنا بهذا الجزء متعرف عليه. ما تخبر حدا مليء بالموسيقى، الأنغام والألحان، محيط العائلة ساهم ببناء وتنمية موهبته. تخصص بهندسة الميكانيك، مجال امتهنه بالبداية، إلا أنه بالفن وعلى حد تعبيره بقع الآن وفي وجد مملكته. دخل المجال الفني عام 93 مع أغنية وانطرتك تجني الليل يلي أديها ولحن بنفسه. شارك مع الرحابيني بثلاث أعمال مسرحية غناء وتمثيلا، وهن الانقلاب، سقراط، والمتنبي. قدم الألحان للعديد من الأسماء اللامعة عم نذكر منهم: وائل جسار بلو عذابي طال، غسان صليبة بتاعي نتذكر سوا، جو أشقر بوينك وبعت الهمك، عاصي الحلاني بنيالك يا هوا، جريس ديب بأوقات وغنيات، وما تخبر حدا لضيفتنا الليلة أماني السويسي. الفنان رواد رعد، أهلا وسهلا فيك. نستقبل بترحيب حار المطرب والملحن رواد رعد والممثل كمان، وهلا بنقلكم ليش. مساء الخير رواد، أهلا وسهلا فيك.